خلاص خلاص. هاي جايز، كيفكم شلونكم؟ رجعت لكم فيديو جديد. جايز حرفيا توني جايبه من النوم. نومي منقلب بشكل ما تتخيلونه. وهذا ليو. اليوم خلاص اخر يوم في سنه 2023. سنة مرة مرة حلوة. I couldn't have asked for anything better. تخرجت فيها، دخلت الجامعة، صارت أحداث مرة كثيرة. الحمد لله السنة هذه صدق ولا أروع. وإن شاء الله أنتم بعد كانت سنة حلوة جميلة لطيفة عليكم. وإن شاء الله 2024 سنة تحقيق الأحلام. طبعا مثل ما قلت لكم أنا ترى توني قايمة من النوم حرفيا، فما استعديت ولا سويت أي شيء. بس صيبة ما شاء الله عليها طلعت من الدوام، راحت جرير وطبعت أشياء وجابت فريمز للصور. يعني صدق صدق مرة تحمست، راحت دانوب تجيب مقاضي بتسوي كيكة للنيوير يعني، وجابت شموع للنيوير وكل هالأشياء. يعني بدونها كان ما صار شيء. وش فكرتها؟ إننا بنسوي فيجن بورد، أكيد إنكم سمعتوا عنها الحين في تيك توك في كل مكان، إنك تروحين على بنترست تطبعين يعني أشياء، صور، موتيفيشنال كوتس، كلام من هالناحية، كذا شيء حلو يشجعك شوي. حوسة، شوفوا هيونا هاي ورينا وش قاعدة تفصيل. نفس كذا فرح بوخي اليوم. شايفين كيف؟ هذه أنا. يلا خلينا نشوف شو مسوية. المفروض أي شيء يشد انتباهك معناته شيء تبين تحققينه في 2024. اي كلام وصور يشد انتباهك معناته هذا الشيء لازم تحققينه. لازم تصدقينها اول شيء. اتوقع كل احد يتفق. وهذا اللي وراه. You need to get that. اه سو كيوت. The it girl. كلنا this is our year. شوفوا هذا عربي بعد. وهذه قلت اسوي لقيتها ستيكر احطها في اللابتوب حقي. Thank you. مرة حلوة الفكرة، مرة مرة موجود وفي بالك تحققينه اكتبيه وحطيه on your vision board. Yeah. طيب إيه؟ انا ابي شيء احققه مو موجود. جايز كل مالها وتطلع اشياء من الكيس. كيوت. ليا. ليش تخاف؟ يلا تعال شاد. جايز شفتوا كيف كل ما انا بطلع من الكيسة اشياء جديدة. ورتيهم هذا نجوم الليل. خيال انتي خيال والله. باقي خلاص باقي المواد اللي بسوي في الكيك. هذا البارتي بوبر وشموع للكيك حقت سبا وكل شيء خيال. هيا سيت 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 سيت. اصبر وانا اعرف شلون اجيبه. هو ما راح يسوي اي حركه الا بمقابل تريت. فبعطيه واحده هذه. يا يو وانت ذس ها دقيقه افتحها. اصبر اصبر ويت ويت. لا ما يصح كذا. شوفوا يلا جاهز. Shake. Good boy. طبعا ماما قالت لي روحي تجهزي. ما يصلح يشوفونك الفانز بهالشكل وما يصلح يعني تستقبلين السنة الجديدة بجامة. فقلت اوكي يا ماما. يلا بتجهز بشكل سريع. فهالسنة مرة حبيت ان النيو يير بيكون مرة رايق يعني في البيت. العام كنا محتفلين يعني مع صديقاتنا. بس هالسنة حلو لنا في البيت فهمتوا كذا اكتيفيتيز مع الفاميلي. حبيت صراحة. وش بسوي صراحة ما راح
ما راح اتزين يعني مكياج مكياج، بس يعني بمشط حواجبي بحط تن. طبعا ما بقى شيء على البيرثدي حقي، البيرثدي حقي 25 جانيوري بصرت 19. عادي عادي يا اخي، انا احس عن نفسي انا احس اني اكبر بسرعه، لان عيد ميلادي في 25 جانيوري اول ما ندخل السنه الجديده فرحه على طول تكبر، فهمتوا؟ فاحس اني انا سابقه الكل، غير اللي ينولد مثلا في اكتوبر ديسمبر، اللي ينولدون في ديسمبر احس هذول اللي صدق يحللون اعمارهم، فهمتوا قصدي؟ صح اني اقعد بس احس انه اسرع من اللي عيد ميلاده نهايه السنه، فهمتوا قصدي؟ الصراحه مره احب اني مولوده في شهر واحد. من زمان ما استخدمت رير بيوتي، واحب ادمجه بفرشه. بعدين I'm gonna curl my lashes بس ما راح احط ماسكارا. شوفين كيف؟ No makeup makeup. بنغير من البيجاما لعيون ماما. خلينا نشوف الدولاب. فوطك صبو كل واحد مننا عندها لوك. اول ستيب نلصق السنه في الوسط، فهذا اللي بسويه. شايفه الحين؟ يلا بوديكم الفيجن بورد حق صبا. هذه انا، هذه انت. هذه ماي فيفرت. طبعا هذه ما بعد خلصت، هذه حقت صبا عشان للنيو يير. وي غانا ايت نودلز. طبعا هذه ايش ذوق؟ ايش مين اختار العشاء اليوم؟ عشان ناكل بروقان ونسوي الفيجن بورد بروقان. ايوه شو ذا ويز. Is it on the camera? I'm picking the ones that like are aesthetically pleasing صراحة. عشان أبي شكله صار حلو. تخيل إن هي طالبت لنا النودلز، هي طالبة وحاطة التوبينجز وكل شيء، مرة خيال. هيا. روّت شوي. هذه تحتاجها فرح حبيبي. وش لازم تحطين؟ خلصت ماي فيجن بورد، شرايكم؟